على القرير. هذا ما صار. مو مسؤول القرير، هذا مسؤول القرير بجبل ابو ناف. ليش؟ احنا ما عدمتنا، ما عدمتنا قوة اشخاص وشدة ورا المالح. احنا عدمتنا اشخاص، الرجال دولة. رجال دولة، دولة الكاظم عدمتنا. من يقبلها؟ والله لا بدولة يهودية ايش تستقيل الدولة باكملها. كان عدمه وجاني في المكان. ليش؟ ليش تعدمون هالاعدامات؟ ما يرضى بيها. والله كنا زيه وكل شريف ما يقبل على هذا العمل. ولعنة الله من قابل في هذا العمل الشنيع. بهذا اللي بنقتل احنا؟ نشرد ببلدنا؟ وبوين الشيل؟ هجرونا؟ انطوه ورقه قالوا له عم لا تقبل اطفال هناك لك ثلاث ايام. هسه هاي القوات الامنيه من باقي المكان. اعطيني مجال، اعطيني مجال، اعطيني مجال. صارت صار من ثلاث ايام هم رابطين بيته، ما يقدرون يرابطون بيته ثلاث ايام ويطلع بجبل الظهر بجبل يفطر بجبل هو. ليش ما اخذتوا ستره العقير؟ عايش على راتب العاطلين، على راتب العاطلين. رحيم كاظم عياده حمد الغرير يدقوه بالحاسبه ينشرون عليه من سكان اللطيفيه. ايش فيها اللطيفيه؟ رجال سكنه ولاته، ولاته هنا بجبل يدرونها كلها يدرون. صار 70 سنه بالخمسينات من دور كاظم عياده جدي. صار 70 سنه ما يوم بين عايشين 70 سنه هنا. يا عرب هاي طلعت في 57 هاي القاع يدرون وسالوا هاي الناس كلها. احنا اقدم من الناس هنا بجبله. دور كاظم عياده جدي هنا، هنا بالايام الخمسينات هو هنا موجود تكتبون عليه وشون سمعته وتكتبون عليه. ليش؟ احنا الناس ادمن الدوله نقيب عدمه، نقيب ثلاث نجمات يعدم له عائله، عائله باكمله يعدمها. ليش؟ ليش قطعوا خلونا بس عجوز بالدار وكانت مالتي ام العجوز جد تبايته بس تخلونا عجوز؟ ليش؟ ليش انتونا ذنبنا حمد؟ الله يعينك. الحمد لله ذنبنا لا حمد. الله يعينكم الله يعينكم. وين القرير؟ ما له سنه جثتنا القرير. يا القرير جثتنا بس تنسلم ولا تفينا ولا تروح الجريمه تروح. ما نستلمها جثث، نخليها بالمستشفيات الجثث. الجثث البحر طبينا عليها كالطفلين حاطينها بكيس، شلون تطير الذابحه حاطه بكيس ودمه جوا؟ ليش؟ الله يساعدكم. ليش لو كان والله لو كان بيت سعودي بيت ايراني بيت يهودي والله ما تطبون عليها يشتغلون على الاعدادات هاي. والله لو كان بيت يهودي والله ما تطبون عليها. من يقبل هاي الجريمه؟ انا بالنسبه لي ما اخاف، انا بالنسبه لي ما اخاف بعد 20 نفر حلال 21